اللي قالها زين الدين زيدان اللي بفكر فيه مش قادر انفذه. فخلاص قررت خلاص انت بقيت بقى دلوقتي اصابات كتير، اصابات كتير، وانا يعني خدت 3 4 اصابات كلهم ورا كبار. بعض، الركبه في ظهري، فبقت الدم مش واصل للعضلات الخلفيه بشكل كويس جدا، وانا لعيب سبرنتر، فلو ما جريتش السبرنتات فهبقى خلاص. يعني هبقى مش مبسوط. فانا حسيت في الاخر ان انا ما بقتش مبسوط من اللعب. خلي بالك انا لعبت كتير كمان، يعني انا لعبت في السويس بدري، ولعبت في اسماعيلي، ولعبت يعني انا بلعب دوري ممتاز وانا عندي 16 سنه، فلعبت كتير. انا رحت النادي الاهلي لعبت 5 سنين، ولعبت طب بطلت كام سنة يا حبيبي؟ 32. 32 يعني انا لعبت 4 في السويس، و3 في اسماعيلي، و5 في الاهلي، و2 في بتروجيت، فلعبت سنين في الدوري الممتاز كتيرة كتير كتير لما تيجي تحسبهم كتير. ف يعني كانوا في النادي الاهلي وكانوا في الانديه الثانيه، بس طبعا النادي الاهلي ليهم طعم ليه طعم خاص تاني يعني. مختلف. بس فانت يعني ما يعني خلاص ما بقتش حاسس ان انا ما بقيتش مبسوط في الملعب، والحاجات اللي انا بحبها يعني عايز واحد على واحد، الحاجه اللي انا مش بتميز عارف بيها اعملها، مش عارف اعملها زي ما انا عايز، مش مبسوط منها. فطبعا يعني قلت ان انا اخرج من الملعب والناس فاكراني احسن ما الناس تطالب ان انا ابطل يعني. تمام. عايز برضو اسالك يا كابتن.